اليوم كتير بنسمع بمرض الكولون، هو فينا نقول مرض العصر، وكتير من اللي حوالينا بيقول لك معي كولون عصبي باخذ حبه وخلص بيمشي الحال، مع انه بيمر وقت طويل وهو لسنوات مصاب بهذا المرض وبيتجاهل، بيقول خلص اخذ الدواء وبيمشي الحال، بس ممكن مع مرور الوقت يتحول لهذا المرض لورم ولازم نتجه للطبيب، بس لازم نور. الوقايه من البدايه استشاره الطبيب اهم شيء. اكيد نور، اليوم رح نتعرف اكثر بفقرتنا ايمت بيكون هذا الشيء تهيج طبيعي او حالات طبيعيه. بنعرف انه مرض الكولون هو من الامراض اللي بحاجه لحميه غذائيه معينه لنمط غذائي معين، ممكن السيطره عليه ما انا شغله كثير صعبه، ولكن لما بنكون عم نتبع كل هذا الشيء ومع هيك عم نحس انه نحن ما لنا مناح، فاكيد في شيء اصعب واللي هو بيسموه بالعلم السلائل او البيلوبات. رح نتعرف اكثر شو هي هي الاورام السرطانيه وكيف بتنشا والعلاجات، اكيد مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور حسن عبد القادر، وهو اختصاصي في علاج الاورام ومدير مركز الامل التخصصي لعلاج الاورام. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا فيكم صبايا، صباح الخير. يسعد صباحكم. يعني حكينا ببدايه حديثنا انه فينا نقول اغلب المحيطين للاسف، او فينا نسميه مرض العصر صاير مرض الكولون، بس خلينا نفرق الاعراض، او فينا نقول في اعراض معينه ممكن انا اقول لا مش بدي انتبه لاكثر من اعراض اخرى. صحيح، الموضوع هون صار مختلف، لازم تمام. انا اوقف عند هي النقطه واستشير طبيب او اتوجه فورا للطبيب. مزبوط كلامكم 100%. التقديم كان واضح انه نحن لازم نفرق بين الاعراض صراحه اللي ممكن تكون اعراض سليمه او توجهنا الى اعراض خطيره تستدعي مراجعه الطبيب. ليس كل تشنج او الم بالبطن هو عرض للسرطان، وليس كل تشنج شديد او اعراض معينه هو ممكن تكون مثل ما قلتي كولون عصبي او هيوجي كولوني. لازم اتعلم كيف فرق بيناتهم وشو هو الشيء اللي يسترعي انتباهي لمراجعه الطبيب او اجراء بعض الفحوصات والتحاليل. طبعا نحن من عاداتنا المجتمعية أنه دائما للأسف مننصح بعضنا أحيانا بعض النصائح التي قد تكون خطيرة، أنه مثل ما قلت خذ لك هالحبة، أعمل لك شرب لك كاسة كمون، شرب لك كاسة زهورات. لا، أكيد مو كل شيء ممكن يتعالج بالنصيحة البسيطة أو الأعشاب الطبية البسيطة. أعراض الكولون الورمية هي أعراض واضحة، من أهمها ممكن تكون النزوفات الهضمية أو الألم الشديد المرافق في أسفل البطن أو حتى على عموم البطن، أو حتى بعض الأعراض التي تستدعي مراجعة الطبيب، ومن أهمها الإسهال الشديد، الإمساك الشديد أو تبدل عادات التغوط. وأيضا هناك أعراض أخرى مثل إحساس كتلي في البطن أو مضض مستمر لا يخف على المسكنات، هذه الأعراض التي يجب انتباه إلى صراحة. نعم دكتور، عادة بتبدأ يمكن الشخص يبلش يحس بهي المشاكل وقد مثل ما قلنا بتزيد عن حدها، وبيصير حتى الأدوية اللي هو بياخدها بالعادة إذا كان مريض كولون ما عاد تعطي نتيجة، صحيح. فيمكن بيكون هل المشعر الأساسي، أو خليني أقول مو المشعر، الطريقة الأولى للتشخيص مزبوط. هي التنظير؟ ليس بالضرورة صراحة، هناك كثير من وسائل التشخيص. شو هي الوسائل؟ ولكن نحن بداية مراجعة الطبيب تستدعي أنه نحن إذا شكينا بسرطان الكولون يجب البدء بالاستقصاءات اللي من أهم التحاليل، وبعد إجراء التنظير. طبعا التنظير الهضمي السفلي هو اللي بيكشف إذا كان في عندي شيء كتلي أو بوليب أو خراجي أو أي شيء آخر ضمن الكولون. التنظير من خلاله بنقدر ناخذ خزعة، والخزعة هي المشخص لورم الكولون. ليست كل كتلة في الكولون أو كل بوليب في الكولون هو ورم كولون، إلا إذا أخذنا منه خزعة وأثبت الخزعة بشكل النسيجة أن هذا البوليب أو الكتلة هي ورم أو سرطان. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان الكولون. هلأ دائما نعرف أنه الاسترس والتعصيب هي أهم العوامل اللي بتخليك مصاب بالكولون، بس أسباب الأساسية للإصابة صراحة في عندنا عوامل كثيرة، من أهمها طبعا ممكن يكون العامل النفسي. أكيد العامل النفسي له دور، فاكيد دائما خلونا رايقين، خلونا شوي ريلاكس. اي صعبه شوي، صعبه. بدنا نحاول قدر الامكان. من اهم الاسباب ومن اهم العوامل صراحه في العامل الوراثي. العامل الوراثي هو عامل مهم، عندما يكون هناك قصه عائليه يجب الانتباه وتستدعي المراقبه في سن معين. نحن دائما ننصح انه بعد سن الخمسين يجب اجراء تشيك اب دوري عند طبيب الهضميه، وحتى ممكن في بعض النصائح تقول لازم نعمل تنظير كل خمس سنوات للاطمئنان. إذا كان في عندي قصة عائلية لازم يكون في تشيك أب أوسع وتشيك أب أكثر دقة.
الأسباب الأخرى طبعا نعرف أنه الأسباب الغذائية، لأنه الكولون هو سبيل هضمي، فأي شيء غذائي قد يكون له دور في تطوير سرطان الكولون، ومن أهمها الحميات عالية الدسم والدهون، بعض التركيز على الأطعمة خفيفة الألياف، يعني الناس اللي ما بتاكل خضروات وما بتاكل خس أو ملفوف أو سبانخ قد تكون معرضة في المستقبل أنه يصير في عندها مشاكل هضمية تؤدي إلى سرطان الكولون. الناس اللي عندهم مشاكل كولون مزمنة مثل التهاب الكولون القرحي أو داء كرون، هدول مؤهبين أكثر من غيرهم أنه يصير عندهم سرطان كولون، فلازم يكونوا منتبهين ويراقبوا دائما مع طبيبهم بالتنظير بتحاليل بإجراءات. بعض الشغلات الأساسية هي الطفرات، أو مثل ما قلت ببداية حديثك في عنا شيء اسمه داء البوليبات العائلي فاب، اللي هو ممكن يكون مؤهب لسرطان كولون على شكل أكيد، فهدول الأشخاص قد نعمل لهم استئصال كولون حتى أنه هني ما عندهم ورم كولون. تخيلوا يعني نعمل إجراء استباقي وقائي. أو إجراء وقائي أنه هدول الأشخاص أكيد رح يصير عندهم ورم كولون لأنه في عندهم طفرة وراثية معروفة. الآن في علم الجينات صرنا نكشف كمان إذا هذا الوليد أو هذا الطفل مؤهب في المستقبل أنه يصير في عنده سرطان كولون أكثر من غيره، طبعا من خلال تحاليل اسمها تحاليل الجينات أو الخريطة الوراثية نقدر من خلالها نكشف أي إنسان شو هي الأورام المؤهب إلى بهذا الشكل، بنقدر نعمل وقاية حقيقية صراحة. دكتور يعني هذا الشيء كتير مهم وبنفس الوقت بفائل، لأنه عادة في كتير من أنواع السرطانات كتير صعب أنه يكتشفها الإنسان، ولكن مثل ما قلنا في أشخاص بيكونوا مؤهبين أكثر اللي هن عندهم أمراض الكولون. طب إذا شخص ما عنده أمراض الكولون ما بيحس بآلام أو بشيء، كيف ممكن يكتشف أنه سرطان الكولون هو من الأورام التي يمكن اكتشافها بشكل مبكر لأنه أعراضه تجي بشكل واضح بصراحة؟ مثل شو؟ مثل ما قلت لكم أحياناً يعني بدون ألم بيكون صار عنده نزف هضمي سفلي، يعني هذا شيء يستدعي فوراً مراجعة الطبيب. صحيح. تمام؟ بدون ألم بحس أحياناً في عندي أنا تبدل في عادات التغوط، إمساك مزمن ما عم يروح أو ما عم يخف على الأدوية البسيطة، إسهالات شديدة غير مفسرة، يعني هاي الشغلات أعراض صارخة تستدعي. بس أكيد في عندي حالات بكون المرض عم يمشي جواتهم وما نون قادرانين يحسوا. كيف بعمل هذا الشيء؟ عند نشر ثقافة الكشف المبكر، أنه أنا حتى لو ما عم أحس بأعراض روح لعند الطبيب وقل له عمل لي تشيك أب كامل إذا بتريد، أنا في عندي قصة عائلية أنا خايف من هالموضوع، أنا حابب أطمن على هالقصة. مثل ما قلنا بدلشت نشر ثقافة تنظير الكولون كل خمس سنوات حتى لو ما في أعراض، تخيلوا يعني هاي القصة كمان تساهم في الكشف المبكر عن سرطان الكولون. خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة، أهمية الكشف المبكر قديش بتساعد بآلية العلاج. يعني نحن بنحكي نعرف السرطان هو مراحل، لكن اكتشافه بوقت مبكر فينا نستأصل الورم، فينا صحيح. ما نخسر جزء كبير من الجسم، هي نقطة كتير مهمة خلينا سرطان نركز الكولون عليها. من أهم الأورام التي فعلا تعطي نتائج شفائية إذا تم كشفها بشكل مبكر. بوليب أو كتلة كولونية درجة أولى ما في عنده إصابة عقدية، استئصال الكتلة مع إجراء مفاغرة وبيروح المريض على بيته. يعني لا بده كيماوي، لا بده شعاعي، لا بده مناعي، لا بده هدف. تخيلوا لوين الوضع بيكون سهل. ما ممكن يرجع. ما ممكن إذا كان تم اكتشافه بمرحلة مبكرة. وفعلا هذه الكتلة أو هذا البوليب لم يخترق طبقات الكولون، لم يرتشح بالشحم المحيط وما نعامل نقائل حوالين الكتلة، هذا المريض فعلا بده بس عمل جراحي. أما إذا كانت المرحلة متقدمة قليلاً وفي عندي مرحلة ثانية أو ثالثة، هون بقى بدي أعطي بعد العمل الجراحي علاج كيميائي وقائي. في بعض الحالات بنعطي علاج مناعي، ولا سمح الله إذا كان في نقائل نستهدف الخلايا الورمية البعيدة من خلال العلاج الهدفي أو المناعي الجديد. طيب دكتور كمان أحياناً بيصير في عنا بعض الهواجس من التداخلات اللي بتصير عند بعض الأشخاص من أمراض معينة. بنعرف الناس اللي عندهم سكري معرضين يصير معهم كتير من الأعراض اللي بتشبه هذا الموضوع. بنشوف فيه بيكون مثلاً عندهم بواسير مثلاً، بيكون عندهم أحياناً سلس البول، ممكن يصير عندهم أيضاً إسهالات متكررة، عدم تحمل صحيح. غذائي، فما عاد بيعرف الشخص هل هي بسبب مشاكل هضمية أم هي بسبب السكري. لذلك المهم جدا إنه هذه الأعراض تستدعي مراجعة الطبيب. طيب مرض السكري هو من الشغلات المؤهبة. أيضا هلأ ليس بالضرورة إنه نحن كل إجراء نطلب له تنظير. أنا من خلال تحاليل بسيطة اسمها الواسمات الورمية للكولون في واسم اسمه CA19-9 ممكن نعمله ويفرجي لي إذا هذا الواسم متغير أو فيه أرقام عالية بعد المنتقل يعني لمرحلة ثانية. في عندي صور، صورة الإيكو ممكن تفرجينا إذا في شيء ولا لا، صور الطبق المحوري ممكن تفرجينا إذا في شيء ولا لا،
وصور الرنين المغناطيسي للحوض ايضا بتفرجينا هذا الموضوع. الان في تصوير جديد اسمه البيت سي تي او البيت سكان، وهو التصوير البوزيتروني المحوسب. هذا التصوير ايضا بخلينا نشوف اذا في خلايا نشطه ضمن الكولون او ضمن اي عضو اخر لها علاقه بالنشاط الورمي، ولكن هذه تطلب للمرضى المشخصين، يعني وقت بيكون في عندنا تشخيص انه في كانسر نطلب هاي الصوره مشان نعرف قديش شده تثبيت الماده المشعه ضمن الافه الورميه او اذا في انتقالات بعيده لا سمح الله. طيب دكتور، قلت خلال حديثك انه ممكن المصابين ببعض الامراض هم يكونوا مهيئين طبعا للاصابه بسرطان 100% الكولون اكثر من غيرهم. صحيح. شو هي الامراض صراحه المزمنة؟ هي الامراض المزمنه بالكولون مثل داء كرون والتهاب الكولون القرحي. هذول المرضين هن امراض مزمنه وبضل مريض معاني منهم مده طويله من الزمن، بتعالجوا او بتركنوا صراحه، بس هن بالحقيقه امراض مزمنه. ولكن اذا تم اهمال هذه الامراض في مرحله من المراحل قد تتطور الى سرطان كولون. مرضى اللي عندهم مشاكل هضميه، عندهم ايضا مرضات مرافقه مثل السكري او بعض المشاكل الاخرى، ايضا مؤهبين اكثر من غيرهم. حتى على موضوع يعني عندهم السكري ممكن ولا امراض اخرى، لا ولا السكري بحصرا السكري ايه السكر يعني عدم ضبط السكر، او المرضى المعتمدين على الانسولين يجب الانتباه الى الكولون واجراء مقاربه دوريه عند طبيب الهضميه. المرضى ايضا اللي عندهم ناحيه وراثيه، يعني مو بس داء البوليبات العائله، مثلا في اعراق معرضه اكثر من الاعراق الاخرى. يعني مثلا الامريكيين من اصل افريقي او الافارقه ممكن يكون عندهم نتيجه طبيعتهم الوراثيه تعرض اكثر من غيرهم لسرطان الكولون. طب الناس اللي عندها مثلا قرحه دائمه او مشاكل بالمعده كمان ممكن يكون بصراحه لك هون معرضين لسرطان المعده، ما لها علاقه سرطان الكولون. قرحه اكيد يجب الانتباه لها على السبيل الهضمي ومراقبتها واخذ العلاج الثلاثي او الخماسي لها، ولكن اذا اهملت طبعا القرحه ممكن تتطور الى سرطان معدي. هلا مشاكل التقرحات الكولونية اللي بتكون بعد مشاكل ندبية أو فطرية أو حتى علاجية سابقة، يعني تخيل مثلا مرضى أخذوا علاج شعاعي سابق بزمن من الأزمان على البطن، ممكن العلاج الشعاعي يأهب سرطان كولون في المستقبل. فلذلك كمان هذا الموضوع يجب أن يكون متوازن، واختيار العلاجات الصحيحة والمراقبات الصحيحة. يعني معلومات جدا مهمة اليوم منك دكتور. قبل ما نختم، النصيحة الأبرز اللي تحب تقولها لكل يلي عم بيتابعنا؟ انتبهوا لحالكم، اتباع سيستم غذائي جيد بعيد عن الكسل، ممارسة الرياضة على الأقل نصف ساعة يوميا مع اكثر من السوائل والألياف، نبعد عن اللحوم الحمراء والمقددة أو المدخنة لأنه هي كمان بتأهب أكثر من غيرها، الابتعاد عن الكحول لأنه أيضا مؤهب لسرطان الكولون، الابتعاد عن التدخين لأنه أثبتت الدراسات العلمية أنه التدخين والنيكوتين أيضا مؤهب لكثير من السرطانات في الجسم، كان رئة، معدة، كولون، كل هذا يجب الانتباه له. مارسوا حياتكم، خففوا ستريس، إذا بيمشي الحال معكم الله يعطيكم العافية. إن شاء الله. إن شاء الله الكل يلتزم بهي النصائح. نتشكرك الدكتور حسن عبد القادر حسن، دكتور في علاج الأورام السرطانية، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم.